السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا برنامج الفوتوشوب، عندنا عليه معلومة جميلة جدا، وأنا حبيت أني ندير تصميم جديد، تمام؟ وجيت اخترت الخلفية مثلا باللون الحمر، واخترنا نص، تمام؟ ولنفترض أن هي كلمة تصميم باللون الأبيض، وأنا اللي بنتأكد من الألوان اللي أنا اخترتها ألوان مريحة للعين أو لا. لقيت موقع جميل جدا على الإنترنت اسمه Color Contrast، أوكي؟ فهنا نقدر نحط القيم اللي أنا استخدمت ونشوف هل هن باس أو فيل. باه ناخذ تو اللون الحمر اللي هو ناخذ القيمة هنا نسخ ونحطوها وين؟ في الباك جراوند كلر، أوكي؟ هنلاحظ أنه مع اللون هذا، ما زال طبعا مش اللون هذا اللي اخترته أنا، أنا اخترت اللون اللي هو شنو لونه؟ لونه أبيض. ونجي على اللون أبيض هنا وندير نسخ ونحط اللون الابيض هنا ونشوف، تمام؟ به هنا هنلاحظ انه اعطاني باس وفيل فيل فيل، معناها مع الحروف هذينا او مع المقاسات هذينا هيطلع مش تمام. باي لو انا عدلت شويه في اللايتنس خففت هيبدا يدير باس، اوكي؟ بدا لين يعطيني اربعه، اوكي؟ في حجم الخط 7.2 واللون هذا هيمشي. باي خلينا ناخذ اللون هذا كنترول سي ونجول فوتوشوب ونحطوه هنا كنترول في ونستخدمه الباك جراوند طبعا، اوكي؟ عفوا. هذا اللون هيعطيك اكثر راحه للعين لما انت تجي تصمم. وكذلك تقدر تختار طبعا الوان ثانيه، لو انت بتستخدم مثلا لون ازرق، اوكي؟ لو انا بنستخدم اللون الازرق هنجرب هنشوف اين افضل الوان تعطيني للعين، تمام؟ هنستخدم اللون الازرق ونشوف، هنشوف اللون الازرق هيمشي مع الابيض هذا ولا لا. هنديره كابي نسخ، نعده للموقع ونديره لصق، اوكي؟ هنلقى انه ممتاز، باس 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 باس، يعني اللون الازرق اللي انا اخترته 100% ماشي. هذا موقع هنسيبكم اسمه colorconstruct.cc، تقدر تستفيد انت منه انك تختار الالوان المناسبه لتصميمك مع الخلفيه تكون مناسبه متماشيه مع لون اللي هي الفور جراوند كلر اللي هو لون الخط. وشكرا، بارك الله فيكم.